السلام عليكم. لقد هيأت المائدة والغداء جاهز. جهز حقيبتك يا أسامة. بعد الغداء
ستبقون معنا إلى المساء، لأن الأولاد اتفقوا على إقامة حفلة لكم، لأنهم قرروا الترحيب بكم يا بني. هذا شيء جميل يا أبي، ونحن نقبل منهم ذلك. ولكن إذا تأخرنا إلى المساء يا أبا أسامة لن نصل المدينة باكرا، وأنا لا أحبك أن تقود السيارة ليلا. يا أم أسامة يا ابنتي، مضت فترة طويلة ولم أسعد برؤيتك أو أراك فيها، أعطني فرصة لأراك وأرى ولدي وحفيدي. لا تكوني قاسية في تصرفك مع أبي. أبي أنت على العين والرأس، نحن ما جئنا هنا إلا السلام عليك، وسنبقى هنا لا بأس، سنبقى هنا إلى أن تمل منا. إذن هيا بنا للغداء، وبعد الغداء سيقيم الأولاد حفلة ترحيبية بكم، إنهم سعداء بوجودكم. هيا. ممكن أن نتغدى معكم، ولكن بعد الغداء مباشرة سنذهب إلى البيت. تهيأ للذهاب إلى البيت يا أسامة. لا، لن أذهب إلى البيت ولا نترك المزرعة. بل ستذهب، رغما عنك ستذهب معنا ولن تبقى في المزرعة. ولكن يا خالة، إذا ذهب أسامة كلنا سنترك المزرعة ونترك أعمالنا، كل شيء سيتغير. هذا لا يهمني، يهمني ولدي فقط. لا، لن أذهب معك، سأبقى مع جدي في المزرعة. لن تذهب؟ أتخالف رأيي يا أسامة؟ لن أذهب معكم، سأبقى. أسامة! 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 ليست هذه التربية الصحيحة، أنت تجعلينه بطريقتك هذه يكرهك ويكره أسرته. اتركني أتصرف مع ولدي، لا تتدخل بيني وبينه، أنا أم وأخاف على ولدي وأعرف كيف أربيه. ربيه بلين، عامليه بلطف، التربية الصحيحة ليست هي الشدة، أنت بطريقتك هذه تكسرين عوده وهو ما زال فتيا. طريقتكم في المدارس هي التي تفسد الأولاد. المدارس لا تفسد الأولاد، بل تعلمهم أشياء تفيدهم، تجعلهم يتصرفون بحريتهم لا يبالون بأهلهم. ما الضرر إذا تصرف بحرية؟ ما الضرر إذا تصرف بشخصية قوية معتمدا على نفسه؟ لا أريد لولدي أن يتصرف دون مشورتي، وكأنه ليس للأم رأي لديه. كيف تصرف دون مشورتك؟ لما أراد الذهاب إلى مزرعة جده طلب الإذن منك ومني، في البداية عرضتي ثم أقنعك فوافقتي، أتذكرين؟ إذن كيف تصرف الولد مخالفا لوالديه؟ نهاية الكلام، أريده أن يرجع معنا، هذه رغبتي ولا تعارضني. ولماذا لا يبقى هنا مع جده وأصحابه؟ ثم لا تنسين ما زال أمامه وقت طويل قبل بداية العام الدراسي. ما دام يعاندني أنا أصر على ذهابه معنا.
ذريني يا ابنتي، أنني كنت أتابع جدالكما وأستمع لما تقولينه. اسمحي لي أن أقول لك أنك مخطئة. أنا أيضا لي حق في حفيدي. إذا كان أسامة ابنك فهو حفيدي أيضا، ومثلما تحبينه أنا أحبه وأرعاه وأعلمه وأعطف عليه وأخاف عليه. على الأقل احترمي مشاعري يا ابنتي. كفى إزعاجا لأبي، كفى. لا بأس عليك يا أبي، مشاعرك نقدرها ونحترمها، لا بأس عليك. لم نجد، بحثنا عنه في جميع أنحاء المزرعة، ليس له أثر. إذا أين ذهب الولد؟ وإذا خرج من المزرعة أين يكون؟ مستحيل يترك المزرعة، ابحثوا عنه جيدا. بحثنا عنه يا عمي، لا أثر له. ابحثوا عنه في كل مكان، فتشوا المزرعة جيدا. بصراحة يا خالة إنه خائف منك، لأنك ستأخذينه معك إلى المنزل، لهذا لن يذهب ولن نجده إلا إذا غيرت رأيك. ما هذا الكلام؟ تريدون مني أن أغير رأيي؟ نعم يا خالة، غيري رأيك. لكي ننادي على أسامة ونحن نبحث عنه ويسمع صوتنا ونحن نقول له أنك غيرت رأيك، عندها سيظهر لنا. هل لاحظتم الأولاد؟ وكأنهم متفقون. هكذا هم دائما يفرضون شروطهم علينا ويشعرون دائما بأن نحترمهم ونحترم عالمهم الخاص. هيا لنجلس في المكتبة لحين عودتهم ومعهم أسامة. هل سيجدونه يا ترى؟ لا تقلقي، سيجدونه إن شاء الله، إنهم يعرفون بعضهم البعض أفضل منا. إذا عدت ستأخذني معها إلى البيت وانتهي كل شيء فعلناه. صدقني يا أسامة، أمك غيرت رأيها. أنا أظن أنها لن تأخذك معها. أعطتنا وعدا بأنها ستتركك في المزرعة. هيا بنا نعود إلى المنزل، الجد سعيد بانتظارنا. جدك سعيد قلق عليك. ماذا قال جدي؟ بصراحة جدك غاضب لأنك أزعجته بهروبك. جدك سعيد قال العاقل لا يهرب من البيت، الأهل مهما كانوا أهلنا ويحبوننا. هو قال ذلك؟ نعم، الجد سعيد يريدنا أن نكون شجعانا، والعم خليل قال الجبان هو الذي يهرب من البيت. أنا لست جبانا، فقط أردت البقاء في المزرعة معكم ومع الجد سعيد. إذن هيا بنا نعود إلى البيت حتى تعتذر لأمك. الأم مهما كانت قاسية هي تحب ابنها. هيا بنا، لدينا حفلة. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوفنا الأعزاء، يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في مزرعتنا، مزرعة السعادة. وحيث أنكم رأيتم ما قمنا به في هذه المزرعة من أعمال نافعة، كما يسرني أن أقدم لكم فرقة السعادة بقيادة العم خليل، الذي أعدت لكم هذه الفرقة برنامجا كاملا للترحيب بأم أسامة وأبي أسامة وكل ضيوفنا الذين يزورون هذه المزرعة. والآن نقدم لكم فرقة السعادة في أغنية افتتاح الحفل. ثمر حلو فينا، لا
يغريني فيه ماله أو يبعدني عنه حاله. وطني شجر يثمر فينا، وطني ثمر حلو فينا، وطني أمل يكبر فينا. هذا بيتي هذا وطني، يسكن قلبي يسكن عيني. بيتي وطني وطني بيتي. المفروض أن تستيقظ مبكرا حتى تكون جاهزا لرياضة الصباح. استيقظت قبلكم، لكن المشكلة لم أجد حذائي. البارحة كان هنا، تركته هنا، لا أدري كيف اختفى حذائي. عبد العزيز، هل رأيت حذائي؟ لا نستطيع أن ننتظرك أكثر من ذلك يا خالد. العم خليل والجد سعيد ينتظراني عند حمام السباحة. هيا هيا هيا. أنا أعرف ما الذي فعل ذلك. اصبر علي يا عبد العزيز، سأرد عليك مثل ما فعلت. أنت يا خالد وأنت يا عبد العزيز، أريدكما في مكتبي بعد الانتهاء من التمارين الرياضية. والآن نواصل التمرين. هو الذي اعتدى علي أولا، أخفى حذائي عني
وجعلني أبحث عنه، علقه في السقف، ففاتتني رياضة الصباح. الجميع دبرني هذا المغلب يا جدي. حتى لو ارتكب خطأ معك، ما كان من المفروض أن تضربه أثناء تمارين الصباح. حل الخلاف ليس بالضرب والقسوة، هذا الأسلوب غير صحيح ومرفوض هنا في المزرعة. أريدكما أن تكونا متحابين، والحوار هو الأسلوب الأمثل والأصلح وليس بالضرب والقسوة. ولكنه هو الذي بدأ المشكلة، هو الذي دفعني إلى ذلك. أنت مثله مذنب، وكلاكما مخطئان وتستحقان العقاب. تقفان هناك بمواجهة الجدار وترفعان أيديكما بدون حراك ولمدة ساعة. هيا، هذه عقوبتكما. بعد ذلك تتصالحان. لا أريد تكرار هذه العداوة مرة أخرى. ما هذا الصوت؟ يبدو أنه ثعبان أو أي شيء آخر.